اخوان ما فهمتش انا، كاين واحد النوع ديال البشر تيخوي البلاد وكدا، تيسحب ليه راسو راه معفن وصال، وتيبقى يسب في النظام وفي المقدسات يا صاحبي، وحق ربي الحشومه عليكم، ورا نساب لي لهبط راه غيضرب 5 سنين ديال الحبس. ولاش غتمس المقدسات يا صاحبي؟ مرضونا كاع والله الا تيبقى فيا الحال، علاش تقيسوا المقدسات؟ لاش حرام عليكم وحق الرب، علاش مصيبة والله الا حشومة عليكم بالرب. انا يا راجل بس الخرا ما معناش. والله يعطينا وجهكم وحق الرب، واخويا الله يعطينا وجهكم ندخلوا به الحمام د العيالات عرياني، وباص وحق الرب الى باص. راكم عرفتوني عليا اش تنهضر، وما فيكمش النفس يا صاحبي، وناري يا خويا، والخيانه مزروعه فيكم انصافي. ما فهمتش داك المرض عندكم انصافي، بلاد ندير فيها في الاول مناظر وكذا. تنهضر على داك خونا اللي داير باج ديال المغربي في الغربه، ماشي حرام عليك اصاحبي، ماشي حرام عليكم كاملين داخلين ديك الدخله ديال كذا، وحكاو مناظرين وطزوا فزوا، وفي الاخر حط لي الرايه ديال المغرب، وانما مس مقدسات ها. والله صاحبي ما عندكم الوجه علاش تحشموا حق الرب. واش تي منين قاع انت ما بغيتي ترجع منين انت عياتي عندك في القلب، فهمتيني؟ ما قديتيش تحيده وصدغ فمك اصاحبي. علاش تنكر الخير ديال دوك الناس اصاحبي؟ دايرين فيك دوك الناس في اوروبا غير الخير اصاحبي، علاش ما بقى فيكش الحاله اصاحبي؟ الناس اصاحبي تتموت في المغرب في ديك البلاد، تتموت اصاحبي، تتموت على الحق ديالها، تتموت حيت تقول الكلمه ديال الحق ها، وانت نايض وحكا الطن واحد شويه رجعتي لله. هادي وشحال عطاوك ها؟ واخا ما يعطيوكش راه حرام اصاحبي، الا فيك غير شويه ديال النفس بنادم، الا فيه غير شويه ديال النفس، شويه غير شويه، يسد غاد القوشو ويكتف في يديه ما يكتب والو في داك الكلافي، ويمشي يعيش حياته مع كرو، ما كاينش اللي غيتسوق ليه، فهمتي؟ ولكن باش تبقى دير فيها مناظر، وراك راه اكبر خيانه، اكبر خيانه الناس اللي كتحشى فيها القرعه في السجون الحمار. ها المقدسات شيهم، ها شي المقدسات قداش، وعندهم مقدسات كبار على هادي تمايا، فهمتي؟ وانت راك هربتي من هادي ولا لا؟ وكذبني الا ما هربتيش من هادي، كذبني اعطيني دليل. انت هربتي من هادي وفي الخراج تقول ولا ها مقدسات المغرب، رجع للمقدسات صافي، رجع اصحابك المغرب والسويد راه يقول لك واه عندك حريه التعبير، عفا الله عما سلف، راه معاه تنزل في الخطوط الهلكيه غادي تلقاها هادي تتسناك هيلو ويلكم باك، هادشي اللي غايقولوا لك. وباز والله الا باز الله يعطي انا بعدا. واش نقول لك اخويا؟ تقواديت وتعياشيت وتخيانيت، قاد مصطلح جديد نخرجوا على قبل الخوان، تخيانيت فهمتيني مزروع عليكم في القلب يا خويا، ما تقدوش تحيدوها. باز والله الا باز يا خويا، باز باز ليكم ما بينكم وما بين هادوك اللي كاينين في برا، كتلقى ديال محارق شد 5 زودياكات باش يوصل لوروب، منين توصل ما داير وريقات يقول لك شد شجع المغرب زوين، هي ديالك انت ما بيناتكم حتى شي فرق. واش نقول لكم؟ والله يعطيكم الدل كاملين، والله يعطيكم الدل بزاف عليكم العز، الدل الله يخليكم فيه، اتو عليكم ها. تحيه مره اخرى جميع الاحرار الملكيين.